لكم سيدي الصمد عزلة. هذه الشباكية سيدي إن شاء الله كان سايبها من رمضان رمضان. والمراحل ديالها الشباكية المراحل ديالها هما هادو. دابا كنديروا لها الدقيق إن شاء الله كنديرها في العجانة كنعجنوها كنخلع المقادير ديالها الزيت والحاجة. حيت كاينة الماركة كاينة سيدي العادية وكاينة المطرة. هذيك المطرة كتكون هشيشة حيت كيكون فيها القوام ديالها كيكون سيدي فيها العطرية كتكون فيها الزيت كتكون فيها القوام باش كتجي هشيشة شوية. كنعجنوها على كدوزها عند الجرارة هنا كيجرروها كيصيبوها كيجرروها يورقوها على من هنا من كيجرروها يسالوها بالعجينة كيهزها الطياب كيهزها الطياب كيديها طيبها تاني في الزيت. من الزيت كطيب في الزيت تاني كيلوح الغطاس في العسل. الغطاس كيديرها في العسل تما باش كتشرب داك العسل حيت ضروري هي من العسل ضروري كتكون من العسل ديالها. ومن العسل كيهزها تاني من العسل كيحطها في الصفاي كيحطها في الصفاي صافي. من الصفاي كيدوزها للطبسيل كيستفها كيديرها القوام ديالها تاني كيديرها شي جلان تاني والسلوفان ديالها. لمنا كنخرجوا للكونطوار كيجوا الناس كيجوا الناس كيشرو كيجوا تبارك الله الناس كيسولوا شحال الثمن الاثمنه ديال الحلوى وكل واحد كاين الجهد ديالو. الانواع كاينه المطره كان بها 40 درهم حاجه مزيانه وشيشه. كاين ديك العاديه ديال الدرويش حتى هي اللي هي مزيانه هي شويه هكا وهكا هذه كاينه 30 درهم 600 ريال عاديه ديال الدرويش حتى هي. السلام عليكم معكم مصطفى جاري مرحبا بكم عندنا رمضان مبارك سعيد. حنا كنصوبوا هنا الحلوى الشباكيه بجميع الانواع ديالها كاين المعطره وكاين العاديه وكنصيبوا القراوش وكنصيبوا الطورق البسطيله. المهم نبداو بالمكونات ديالها كنخدموا بالفرص والعادي كان اللي كيخدم الفرص العادي. المهم اي نوع على حسب الحلاوه كل واحد باش تيخدم كنخلطوا الفرص والعادي الفرص والعادي وكنديروا معاهم الزيت والماء الزهر وكاين مكونات اخرين العشوب بحال النافع حبه حلاوه مسكة حرة. ومهم كل واحد على حسب القوام ديال الشباكية وكل واحد شنو كيدير فيها. ومن بعد كدوز للمرحلة الثانية هي فاش كيقطع العجان وكيقرصها وكيدوزها للدراري. الدراري كيجروا كيفتلوا الشباكية وكيصوبوها وكدوز للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة اللي هي المقلة فاش كتقلى ثاني في الزيت وكطيب. من بعد كدوز للمرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة اللي هي العسل هي فاش كتغطس في العسل وكتبقى واحد المدة معينة في العسل. من بعد هي كتجي المرحله الاخرى اللي هي فاش كتشكل اللمسات الاخيره بحال الجنجلان وكتقاد اما في فرشيه اما في تبصيل اما مهم هادشي اللي كاين. مرحبا بكم رمضان مبارك سعيد. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.